شفنا بالدرس الماضي كيف بنقدر نحضر مسابقة على الفورم ونجيب المسابقة نحطها على الأساينمنت بقلب تيم معين. اليوم حشوف مع بعض التلميذ كيف بيجاوب على الأسئلة، والأستاذ كيف يرجع يحط علامات على الأسئلة المفتوحة، لأنه شفنا أنه في كذا نوع من الأسئلة ما في إجابة صح، مثل التكست، مثل النص اللي بيكون طويل، ساعتها ما فينا نحط جواب، الأستاذ بده يرجع يصحح. كمان شفنا الديت، الأستاذ بده يرجع يصحح. هنشوف هلأ الأستاذ كيف بده يصحح وكيف بده يشوف إحصاءات المسابقة، يعني شغلة كتير مهمة بالفورم حتشوفوا إنه كتير حتستعملوها، بيعطيه إحصاءات عن كل تلميذ وإحصاءات عامة. يعني أنا إذا شفت السؤال الخامس مثلا جزء كبير من التلميذ ما مجاوب عليه، بعرف إنه هل الأوبجيكتيف هل هدف لازم أرجع حل عنه أعمال أو أرجع أعيد شرحه أو أرجع أبعت مسابقة عنه تأتأكد إنه الفكرة اللي ما كانت مشروحة منيح أو الهدف اللي ما كان واصل رجعنا قدرنا نوصل. حأرجع أشوف كيف بنزل مسابقة من الفورم، create quiz. أكيد أنا حأترك لينك الفيديو الماضي إذا حابين نرجع نعيد كيف بنعمل المسابقة. بنفقس على المسابقة اللي بدي إياها وبحط next. دغري بتجي نفس اسم المسابقة. إذا بدي زيد هون كاتيجوري مثلا جغرافيا، بدي أنطر تا المسابقة تخلص تنزيل، بتنتبهوا بعدين برجع بعمل أساين. خلصنا تنزيل، العلامات 28 شفناها المرة الماضية. بصف تدريب كل هذه الأشياء اخدينا قبل وبالتفصيل. أنا حأعمل أساين، بعدت حفوت لعند تلميذ وجاوب على المسابقة. هذا بروفايل تلميذ، بدي فوت لعند assignment مسابقة تدريب. أكيد هون وصلت رسالة إنه في أستاذ بعت مسابقة، هالموضوع بنعرفه، إشعار دغري بيوصل. هذه المسابقة بيفقس عليها، رح تفتح المسابقة بهالشكل. ملاحظين دغري بيحط الاسم. حنجاوب على الاسئله. تقع مصر في قاره افريقيا. انا حسرع الفيديو. هون بديت حارجع اركز، بدو يفقس هون بيحط التاريخ مثلا. ألف وتسعمية وتسعة وتلاتين الشهر واليوم. أوكي، ملاحظين كيف إجا التاريخ بهالطريقة. السؤال الترتيب كمان حنرجع نشرحه. نحن وعم نحط الأسئلة لازم يكونوا محطوطين بالترتيب المظبوط، يعني آسيا أفريقيا أوروبا. هو بيمسكها وبيرجع بيرتبها، يعني آسيا أول شي طلعناها لفوق، أفريقيا لفوق، صار آسيا أفريقيا أوروبا، هيك أخذ إنه هذا الترتيب المظبوط. هذا السؤال لبنان آسيا، تونس حأتركها فاضية، المغرب أفريقيا، السويد حأحطها غلط آسيا. هون إذا بدنا نجيب فايل نحطه، إذا أنا فاتح من براوزر ما رح أقدر أجيب فايل. حأبعت، لاحظين شو حطلي، لازم تجاوب على سؤال واحد لحداش. طب ليش كتب لي هيك؟ لانه انا وعم حط المسابقة ال11 حطيت اجباري نجاوب عليه. شو ما حطيت تونس حنحطها افريقيا ونبعث المسابقة. كتب لي مع التمنيات بالنجاح. منين اجت هيدي؟ شفنا انه اول ما بلشت المسابقة لما فتت على السيتنج، فيكم ترجعوا على الفيديو الماضي، حطيت انه لما التلميذ بيخلص بيحط له مع التمنيات بالنجاح. هون بده يبين نتيجته view result او official result. اخذ 11 من 28، اول جواب صح، تاني جواب غلط. لاحظين كيف حطت له اكس حده ومصلح له انه لازم تحط انت منو بس الالومنيوم، الالومنيوم والحديد. هدول الاسئله مظبوطين. اينشتاين غلط، شو قايل له؟ قايل له الجواب المظبوط بون ريبونس ألبرت أينشتاين.
ما بنسى انه انا بس اخلص بدي اعمل كلوز، سكرناها. ملاحظين بهالنوع من الاسئله لحاله بيكتب لي انه انبعتت، بس هل في علامات؟ لا، بعد ما محطط له اي علامه للتلميذ. ليش؟ ناطرين تا الاستاذ يصحح الاجزاء يلي ما بيحط علامه عليها البروجرام لحاله. حفوت لعند تلميذ تاني وكمان حل نفس المسابقه. كمان هون نحن عند تلميذ تاني بينت انه في مسابقه تدريب، اتفقنا بيفقس على المسابقة وكمان على الفورم. لاحظين اللوجو تبع فورم، فقسنا هون، فتحت المسابقة قدامي، بلش يجاوب. كمان حسرع الفيديو مشان الوقت. اوكي، حنبعت المسابقة Envoyer او Turn In. بعتت، كمان كتب له مع التمنيات بالنجاح، في شوف علامته. بس بذكر هاي العلامة بدون الأسئلة المفتوحة يلي هو البرنامج ما بيصحح. هيدا أخذ 10 من 28. ما بننسى سكر المسابقة، وكمان مرة بنلاحظ ما في علامات هلأ، يعني العلامات بينت على الفورم ما مبينة بقلب تيمز، ما انه محطوط له علامة، بس دغري كتب له انه هو بعت المسابقة. طيب اذا بدي فوت على المسابقة مرة تانية كتلميذ ما بيحق لي. لاحظين عم بيقول لي ما فيك تفوت على المسابقة لانك بعتها. ليش هيدا؟ لانه نحن بالاعدادات حاطين انه التلميذ في يجاوب مرة واحدة، لو حاطين اكثر من مرة كان في فوت يقدمها مرة تانية. حنرجع لعند الاستاذ، هيدا بروفايل الاستاذ، رح نفوت على المسابقة تنصححها، مسابقة تدريب. هون رح نشوف انه 3 تلاميذ قدموا للمسابقة. تنصحح المسابقة بدي ركز كتير منيح، ما بدي افقس عليها، يعني ما بدي افقس على المسابقة هيك، لا بدي فوت open info. رح تفتح لي هيدي الصفحة. هيدي الصفحة عم بتبين أجوبة التلميذ. أنا رح شوف الإحصاءات العامة، بعدين بشوف كل تلميذ شو مجاوب. حأفقس باك أو ريسيدر. بين عندي إنه كم تلميذ مقدم على المسابقة؟ 3 تلاميذ. معدل ريزلتا مويان 10. التا أكتيف يعني بعدها ماشية هيدي الفورم. فاذا هلا انا بالاحصاءات العامه 3 تلاميذ مقدمه، المعدل 10، الحاله ماشي المسابقه، يعني بعد ما سكرت لسه فيهم تلاميذ يقدم اكيد غير هيدول الثلاثه. اول سؤال كان تقع مصر في قاره، 3 اجوبه مظبوط، بعرف انه هيدا هدف واصل 100%. السؤال الثاني عم نشوف هون الاجوبه، 2 جاوب الالمنيوم، عم نلاحظ 1 جاوب الحديد. ما هي عاصمة لبنان؟ كل التلاميذ 3 جاوبوا بيروت. التركيبة الجزيئية للماء، 3 جاوبوا H2O. من هو صاحب الصورة؟ في كل واحد عطى جواب، في عندي ألبرت أينشتاين، طبعا كتبه بالفرنسي. ليش حط له جواب غلط؟ لأنه أنا محفظه الأجوبة الصح، معناتها هيدا لازم أرجع أشوف له مسابقته وصحح العلامة تبعيته. عندي ألبرت أينشتاين وعندنا أينشتاين. ما هو عدد الدول العربية؟ عندي 67%، أكيد على 3 تلاميذ الإحصاءات منا عملية، بس حيكون عندي عدد كبير بياخد النسبة. 67% جاوبوا 22 و 33% جاوب 20. فإذا أنا بعرف إنه هذا الهدف لازم إعادة توضيحه بشكل أفضل. هل التعلم عن بعد بديل فعال للتعليم؟ في 3 إجابات، أكيد ما في إحصاءات لأنه ما في جواب صح وغلط. هون في عندي التقييم، متى اندلعت الحرب العالمية؟ في 1 مجاوب صح و2 مجاوبين غلط. كل شيء عم يبين الإحصاءات تبعيته. أوكي، رتب الدول التالي، ملاحظين كمان ترتيب. طيب شفت الإحصاءات العامة، حأرجع فوت على كل تلميذ، فوت على هون
اول وحده، اوكي؟ انتم حيبين عندكم بالانجليزي، احفظوا مع عندي بالفرنسي، اكزامينيه لي ريبونس. بالتالي من هون بقدر اقلب التلميذ، يعني هون عندي اول تلميذ انتقلت للثاني، انتقلت للثالث. هون ببين الوقت اللي اخذه التلميذ ليجاوب. طون دي رومبليساج 2:49، هذا جواب بدقيقتين. اكيد هون احيانا التلميذ بيكون مزعبل بالموضوع، ببين دغري انه اذا مسابقه بدها ساعه جواب بخمس دقائق، لا هذا مجاوب بدقيقتين وقت سريع. العلامه 11، اوكي؟ حشوف انا الاجابات، هذا المجاوب صح. هون مجاوب الالومنيوم لازم يكونوا اجابتين، حاطط له صفر وقايل له انه الكمبيوتر حط له علامه، حط له انا واحد من ثلاثه باعتبار مجاوب جواب صح. تغيرت العلامه، ايه صارت 12، فاذا صار اخذ 12 من 28. هون كمان 2 من 2. من هو صاحب الصوره 0 من 2؟ شو كاتب؟ اينشتاين. حقبل له اياها اينشتاين، بشيلها وبحط 2، وبنرجع بنشوف علامته صارت 14. هل التعليم عن بعد بديل فعال للتعليم التقليدي؟ شو عم بيقول لي هون؟ عم بيقول لي ما في علامات، حتى صفر ما نوحيتك. اكزاميني، فاذا هيدي لازم انت تشوفها تصححها، لانه هذا النوع من الاسئله انا ما بصححه. حط نعم، حط واحد من ثلاثه، صار 15. هون ما في علامات. متى اندلعت الحرب العالميه الثانيه؟ كمان عم بيقول لي انت لازم تحط علامات. 1939، احط له 3 من 3. اوكي، خلصت المسابقه. لاحظين علامته صارت 18. هل وصل له للتلميذ انه انت تغيرت علامتك او انحط له علامه؟ حنشوف. هيدا التلميذ بعده، حتى حعمل ريفرش. هيدي المسابقه بعد عنا ما في اي علامات، حنرجع على المسابقة اللي عم بيصححها الأستاذ. تأكدنا إنه العلامة تعدلت، وائل كان 18 صار 28، بس هو ما وصل له إنه تعدلت العلامة ولا انحطت علامته على التيمز. تاني تلميذ هو هيدا، خلص المسابقة بدقيقة و 18، أخد 10 من 28. حنشوف الأسئلة تبعيته، أكيد هدول مصححهم. هو هون أخد 0 من 2، حاطط بس الألمنيوم، اتفقنا هحط له 1 من 2. هون ألبرت أينشتاين حاسب له إياها صح. هون العلامات عم بيقول لي بدك أنت تحط تحت كلها، حط له 0. الحرب العالمية أيمت اندلعت 2020 0. هون أخذ 0 من 3، لبنان صح، تونس والمغرب صح، وأوروبا حنحط له 3. كمان تعدلت علامته، بس هو هلأ بعد ما شاف إنه تعدلت وصارت 14. هون إذا أنا بدي بين إحصاءات كل سؤال لحال، يعني هون السؤال الأول شو إحصاءاته؟ إذا غيرنا السؤال الثاني شو إحصاءاته؟ في تلميذان جاوبوا هون، نحن وماشيين كل مرة بفقس هون بغير بقلب من سؤال لسؤال. كيف فيني ابعت للتلاميذ انه تغيرت علاماتكم؟ حط لهم علامات على التيمز. حنرجع باك لورا. هلا بدي حط بيبليالي نوت، بعت العلامات. بيقول لي لمين بدك تبعت العلامات؟ بدي اقول له 1 2 3 تلاميذ. فاذا بيبليالي نوت او بوست نوت ضروري، هيدي كتير مهمه، قست عليها علمتهم وبعتت ببليالي نوت. حنفوت على التلميذ الثالث، هون كاتب، حنحط له 2 لانه هذا كاتب بالفرنسي. ما هو عدد الدول العربية؟ هون اي اكزاميني حنحط له 1، وهون 0، هون 0 من 3. طيب هلا نرجع باك، ما بدي انسى لازم ينحط ببليالي نوت
ونبعت العلامات، حنشوف التلميذ بينت علامته أو لا، حنعمل ريفرش. هيدي المسابقة حنفوت عليها، ملاحظين أخذ 18 من 28 وأجت جيد، فإذا هلأ بينت علامته للتلميذ بشكل كامل، قدر يشوف العلامة وإذا في ملاحظات انحطت على المسابقة. حنشوف التلميذ الثاني، هيدا التلميذ الثاني وين المسابقة، لازم تكون completed أو terminated بالفرنسي. هيدي هي، رح يكون حطله علامة 9 من 28. العلامة أكيد تكون حطت بعد ما عدى الأستاذ. حنرجع لعند الأستاذ، نرجع باك، نحن نسينا إنه هون فينا نعمل كومنت، بس هي قبل ما أبعت العلامات بقدر أكتب له جيد جدا. وبتوصل للتلاميذ بالفيدباك. حنرجع باك، هيدا كل شيء؟ لا، شفنا كيف بنعمل إحصاءات عامة، كيف فوت لعند كل تلميذ، بصح الأسئلة اللي البروجرام بصححها، برجع بعلم الأسامي وبنحطهم، بنحط ببليل نوت، هيدي ما بنسى كتير كتير مهم. طيب فيني افتح كل العلامات بإكسل، إذا رحت لهون أستا، ملاحظين فتح لي ملف إكسل. هالملف شو ببين؟ كل شيء في إحصاءات عن هيدا الامتحان، هيدا الرقم التسلسلي. هون ملاحظين شغلة كتير مهمة، أي ساعة فات على المسابقة وأي ساعة طلع، فإذا ببين من أي ساعة لأي ساعة ضل عم بيقدم المسابقة، إذا بدي أقدر إنه هالتلميذ فعلا هو اشتغل بهي المسابقة أو لا. أكيد من خلال شغلي مع التلميذ ببين في تلميذ أخذت معهم 50 دقيقة، في أحد تلميذ أخذ معه المسابقة اللي بدها ساعة أخذت ساعتين بس أخذ 17، فإذا هذا واضح إنه هو شاغل. هون الميلات تبعيتهم والأسامي، علامات كل التلاميذ، لما بعت له فيدباك، أي ساعة قدمها، والأجوبة على كل الأسئلة، بقدر أرجع أظبطهم مثل ما أنا بدي. هيك شفنا كيف نصحح المسابقة، شفنا إنه هالنوع من الأسئلة كتير مهم تعطيني إحصاءات، شو الأهداف اللي وصلت، شو الأهداف اللي وصلت، وكمان بيريحني من التصحيح.